نفس الامر بالنسبه في الشوط الثاني. خطا اوي اي 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 يا خالد عسكري ينفعل. خالد العسكري يفقد اعصابه ويغادر في لقطه لا اعلم. الله يحسن عوان خالد العسكري بكل ما كتحمل الكلمه من معنى. اقدر كثيرا موقف خالد العسكري ولكن ما بغيت اي خطا. كنعلمو بانه هذا الموقف اللي فيه خالد العسكري موقف صعيب موقف صعيب، ولكن ما بغيتش خالد ينسحب بالطريقه. خالد ما خصكش تنهزم. هذا الخطا كيوقع للحراس كبار ولكن بشكل كبير يخلع القميص وينسحب. الان الاشي